السلام عليكم. تفرج دابا في برنامج بدون لغة الخشب ديال الرمداني مع عاصم سميتو عاصم. كيدوا قال لك بلي المغاربه اكثر شعب دارت واحد الدراسه كتقول بلي المغاربه اكثر شعب مالون. دير سوايب اب شوف الفيديو. ما علينا، مشيت شفت انايا هذيك الدراسه، هم الدراسه داروا هادي سويس ديت امريكا على شعوب بزاف تيلوحوا بزاطم فيهم فلوس وكيشوفوا الناس واش يردوها، وهذوك بزاطم تيكونوا فيهم فلوس فيهم لادريس ديال المولاها والعيبات بزاف المعلومات باش نجم يرد الفلوس. شوفوا دابا الترتيب ديال المغرب فين جا. انتم تدخلوا تشوفوا هاد لافيش اللي فيها الدراسه النتائج ديال الدراسه. واو هاد الدراسه هادي تخسر فيها تقريبا شي 17000 سبان، سبان تكون فيه شي 100 دولار وداكشي لادريس وداكشي، وشوفوا الناس يردوها. المهم هاد الدراسه راه علمي لما تنشرات في واحد المجله سميتها مجله ساينس ديال العلوم وداكشي، راه الناس اللي كيعرفوا في العلوم يفهموا احسن مني في هادشي. دونك تعتبر دراسة علمية ويستند عليها. إلى لاحظتم المغرب فين جا؟ جا حدا الشينوال تحت، يعني أكثر الدول اللي عندها سقوط ديال لي فالور والقيمة، يعني إلا قال بسطام ما يردوش ليك في الغفلة، إيه نزق ديك اللعيبة ديال بسطام فلوس ما يردوش ليك. وهذا مشكل كبير، كيبين المشكل والخرق اللي عندنا في لي فالور. وأعتقد هذا المشكل ديال لي فالور هو نفس دابا حنا غاديين لا والله. راه لا يغير الله ما بقوم الا حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني حنا فينا الشفره بزاف، الناس اللي ما يشدك ما يزقلكش ما يزقلكش. دونك هو الا كانت السلطه شنو يدير حتى ما يزقلكش، سير الفيلم. يعني ما تقولش لي راه الشعب راه هو اللي كيصوب الفوق الله اعلم. دونك بحال ديك السيده مسكينه اللي وقفوا عليها دوك بداو كيضربوا لها في الطوموبيل وكيغوتوا، كتعاود بك حتى شي واحد ما وقف عاوني، حتى كلشي دايز وخلاو بنادم يتعدى عليها. كاين مشكل ديال لي فالور في الشعب، اعتقد اللي بسببه هو حنا غاديين نور اللور. ما فهمتش راه انا كنعرف الدراري بزاف تبارك الله تلاقيت معاهم دراري واصلين في حياتهم، كتلقى عندهم واحد الميزه انه ما تيكذبش، كتلقاه معقول ما تيغش، كتلقاه واصل سال الفيلم. واحد نزق يدير كيطير تاعي وتلقى تشد في الحبس، كنعرف شحال من واحد هنا تيبغي يدير فيها نزق ويدير ويجيب ما عرفت شناهو ويلقى الهوته ويبيع بالرخاء ويدير باش والله الا كيمشيو للحبس شفتهم بعيني انا. ما داكشي ما دايمش، المعقول هو اللي دايم، المعقول هو اللي دايم. راه خاص بنادم يفهم هاد القضية، يعني تصيد، كون تصيد رد السيد السطام ديالو عند راسك تصيد، راه درتي اللي عليك، راه هذا هو الدين، هادو هما لي فالور ديال الدين. المهم ما نبقاش ندوز بزاف هاد الموضوع حيت كيعصبني، ولكن أنا كيبان لي الحل هو نبداو من ريوسنا، نبدلو ريوسنا، نبدلو وليداتنا، نشرو لي فالور ديال الصح، نتصيدو، بغينا اخويا نتصيدو، غنكونو معقولين ونعسو مع راسنا مرتاحين بالليل. وغادي تبدل الحياه الاحسن والله اعلم. وانا ما كنبغيش نبارطاجي هادشي فيو سيربي، وكان هذا هو الوضع، هذا هو الوضع للاسف. السلام عليكم. نظركم الدراري شنو الحل لهذا المشكل؟ شنو الحل ديال هاد اللعيب؟ واش هاد التحليل اللي قلت بعدا تتفقون معه او لا؟ وشنو في نظركم الحل ديال هاد اللعيبه هذه؟